السلام عليكم. الوغ رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد دائما على قناتكم تخفيضات سارة، واللي ديما كيف كنوعدوكم كنحاول ديما نجيب لكم الجديد ودائما باحسن الاسمان. الوغ بلا ما نطول عليكم بزاف، نبداو مع اول حاجه بدينا بها. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هذا الفيديو ديالنا هو هاد المقدمات هادو، بحال لي بونبونيا هكا صغار، والحجم ديالهم باش يبان لكم مقارنه مع اليد ديالي. زجاج ديالهم من نوعيه جيده للغايه، تقدروا تحطوا فيهم التمر، شباكيه، المكسرات، الشوكولاته ولا الحلويات هكا الاطفال ديالكم، ويقدروا تحطوا حتى كديكور فوق الطاولات ديالكم. هادو بالنسبه للثمن ديالهم 10 دراهم فقط، 10 دراهم الوحده، يعني كيجي لو باك كامل ب 60 درهم فقط، كيجيو هما 6 هكا في لو باك. ندوزو لثاني حاجه، دائما نبقاو مع لي بونبونيير. جبنا لكم هاد لي بونبونيير كيف كتلاحظوا، هادو كيجيو هكا بالقلاقه ديالهم، يعني تقدر تخليهم هكا فوق الطاوله ديالك دائما. هادو الثمن ديالهم 13 درهم فقط بالنسبه لهذا الحجم. ندوزو دابا لهاد الحجم، هذا حجم كبير كيف كتشوفوا، بالنسبه للثمن ديال هذا الحجم هذا 15 درهم فقط. نكملوا ندوزو دابا لهاد الكؤوس هادو. هنا خلطت لكم جوج ديال الانواع ديال الكؤوس، كاين هذا الشكل هذا وكاين هذا الشكل، هما كيجيو اكيد 6 من نفس النوع في الكاردونه. الوغ بالنسبه لهادو كيجيو كؤوس باليد ديالهم، نوعيه ديال زجاج ديالهم حتى هما جيده للغايه، نوعيه ممتازه. وبالنسبه للثمن ديالهم لو باك كامل 40 درهم فقط. كاين فيهم جوج ديال الاشكال نزولا عن الطلب ديالكم باش ترضيو جميع الاذواق. نكملوا دائما مع الاواني الزجاجيه. كنقترح عليكم اليوم هاد القراعي ديال الزاج، هادو بالنسبه مقدمه بالنسبه للحليب العصائر. فوالا كيجيو هكا بالغلاقه ديالهم، الغلاقه ديالهم كيف كتشوفوا هنايا فيها هاد السداده، يعني كتمنع دخول ديال الهواء باش ما يتاكسدش لكم الاغذيه ديالكم. فوالا، والثمن ديالهم لي صادم 13 درهم فقط. سارعوا بالنسبه لهادو، راه ما كاينش فيهم واحد الكونتيتي اللي هي كبيره، 13 درهم فقط. نكملوا ندوزو دابا هاد البرمه، هادي اونينوكس لينوكس، والحجم ديالها كبير كيف كيبان لكم. وفوالا كيف كيبان لكم الحجم ديالها، كبير يعني عائليه للجمعات ديالكم. وهذا هذه بالنسبه للحجم ديالها 9.2 لتر، 9 لتر 200. هذه صنع تركي وجوده ممتازه كيف كيبان لكم. اكيد الكاميرا ما كتعطيش حق ديال لي زارتيكل، ولكن الا بغيتوا اكيد تقدروا تفضلوا عندنا المحل وتشوفوا بعينكم الجوده ديال المنتوجات. الو بالنسبه للثمن ديال هذه ولاول مره 400 درهم فقط، فقط عند محلكم تخفيضات سارة 400 درهم فقط. وهذا الحجم كنأكد 9 لتر و200. نكملوا ندوزو دابا للديكورات. كاين عندنا هاد الديكور هذا، تقدروا تحطوه هكا فوق الطاوله ديالكم، تقدروا تحطوا فيه هنايا هكا بحال هكا دي شوكولا ولا هذا، كيجي على شكل بيسيكليت. هذا كاين فيه جوج ديال الاحجام، كاين الحجم الكبير 18 درهم والحجم الصغير 13 درهم فقط. فوالا باش كيبان لكم الفرق بيناتهم. نكملوا ندوزو دابا لهاد الساعات اللي وصلنا عليهم بزاف ديال الناس، خصوصا ديال المطابخ. كنبداو اول شكل معنا اليوم، كاين هاد الشكل اللي كيجي على شكل مقلاه ديال البيض، اومليت كيشهي خصوصا مع سيدنا رمضان. الو هادي بالنسبه للثمن ديالها كيف كيبان لكم هنايا 50 درهم فقط. اللون ديالها ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، من التحت ازرق، هو ما كيجيش باين اللون بزاف، بكثرة ما كيجي باين المنظر ديالها من الفوق. وثاني شكل لاكثر من رائع،
اللي كيتماشى مع جميع الالوان ديال المطابخ. كاين هذا الشكل، هذا كيجي بحال اللون ديال لينوكس، كيجي فهاد الكري، ولي زيكوي ديالها كيكونوا على شكل موس وفورشيت كيف كتشوفوا. وهذه الثمن ديالها 60 درهم فقط كيف كتشوفوا. المنظر ديالها اكثر من رائع. نكملوا دائما مع الساعات. كاين هذا الشكل الثالث معنا اليوم، حتى هو نفس الثمن 60 درهم فقط، وكيجي فيه هاد المراعق وال الفرش لي فورشيت في الجناب، حتى هو 60 درهم فقط. اكيد هادو ديال المطابخ، من اجل المطابخ ديالكم. نكملوا، ندوزوا دابا لهاد الصيغي هذه اللي عندنا اليوم، حتى هي دائما صنع تركي بحالها بحال البورما. نبداو اول حاجه في كتجي فيها هي هاد المقلات، وكيف كتشوفوا شوفوا فيها هنا عريضه مزيان، يعني داك المشكل اللي كيكون بالنسبه لينوكس انه كيحرق، ما تلقاوش ان شاء الله مع هاد الصيغي هذا، حقاش ثقيله ثقيله، يعني ما كتحرقش وكتصلح لجميع انواع ديال البوطات، يعني حسب بالنسبه لي كتكون عندهم البوطه ديال الضو. ماركه كينوكس اكيد غنيه على التعريف، ماركه تركيا. الو فوالا، بالنسبه لاول حاجه كتجي في هاد الصيغي هي هاد المقلات. ثاني حاجه هي هاد الكسرونه هادي، فوالا، حتى هي دائما فيها هذيك البلاتفورم هكا من التحت كتجي باش كتمنع انه الماكله تتحرك لكم، وكتقل هاد الاواني ديال الاينوكس. واكيد ما غاديش نقول لكم انه الاواني ديال نهضر لكم عليهم، حقاش راهم ولاو معروفين دابا انهم صحيين للغايه، هما اكثر حاجه تقدروا طيبوا فيها صحيه. وكتجي مع الغلاقه ديالها، حتى الغلاقه ديالها حتى هي اونينوكس. ندوزو لهاد الكسرونه هادي، حتى هي دائما في نفس الصيغي، حتى هي بلينوكس، حتى هي شقيق لها هكا، وفيها حتى هي نفس هاد البلاتفورم. كيجي اليدين ديالها بلينوكس، يعني ما تخافوش عليها من الحراق. وكاين هاد الحجم هذا المتوسط، كلهم بالغلاف ديالهم. واخر حجم هو هاد الحجم الكبير. حتى هو من نفس لا مارك. الوغ بالنسبه للثمن ديال هاد سيري كامل، والثمن اللي اكيد غادي يصدم الكثير منكم، 400 درهم فقط. 400 درهم كيجي فيها 3 4 5 6 7 8 9 9 ديال لي بيس، 9 ديال لي بيس كاملين بلينوكس ب 400 درهم فقط. نكملوا دائما نبقاو مع الاواني. الوغ اليوم كنقدموا لكم مفاجاه ديال الفيديو، واللي هي هاد البراند هادو اللي هما بالفضه الحره، هادو من فاس، صناعه يدويه، وهادو فضه 100%، يعني كدير لهم العيار ما كيشدش فيهم نهائيا. كيف ما كتشوفوا كاين اول براد، ها كيجي هاد الحجم الكبير هذا. بالنسبه للثمن ديال هذا، واللي اكيد نتوما متعودينش عليه بالنسبه لهاد الكاليتي، اللي هي 280 درهم فقط. فوالا كيف كتشوفوا، كنعاود كنأكد هذا صناعه ديال فاس، و 280 درهم فقط. هذا راه حجم كبير، فوالا كيف كتشوفوا مقارنه مع اليد ديالي، يعني عائلي هذا بالنسبه للعراضات. ندوزو دابا لثاني شكل معنا اليوم، هو هذا اللي كيجي فيه هكا شويه ديال الصفر، بالنسبه للناس كيكون عندهم الكؤوس ولا السيني كيكون فيها الصفر.
ولا كيف كتشوفوا هذا اكثر من رائع واكيد قالين في الهزه ديالهم يعني باش كيطلعوا اتاي في احسن جوده. ولا كيف كتشوفوا حتى هو اكيد 100% في الطاق ومن فاس فوالا. وبالنسبه للثمن ديالو 280 درهم حتى هو فقط. هذا كيجي بالرجلين، وبالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الرجلين هذا كيجي بلا رجلين اللي هو تكون في الاول. ندوزو دابا لثالث شكل معانا، هو نفس الشكل هذا اللي فيه الصفر ولكن هذا كيجي كامل في البيض حتى هو فضه فوالا منقوش فوالا. وبالنسبه للثمن ديال هذا 250 درهم فقط. والبلاطو ديالهم كاين عندنا بلاطويات اللي هما ديال الفضه، ان شاء الله نبينوهم لكم في فيديوهات قديمه، ولا بغيتو اكيد مرحبا بكم في المحل وتشوفوهم. وكاين هاد اليوم كنقدم لكم هاد البلاطو هذا اللي هو هذا رومي، بالنسبه لهذا 100 بلينوكس 180 درهم فقط. فوالا كيجي باليدين ديالو. وباش نرضيو جميع الاذواق اكيد ما نسيناش الناس اللي كيبغيو شكل رومي، جبنا لكم اليوم هاد البرارد هادو كيف كتشوفوا 15 اينوكس راه معروفه هاد لا مارك. فوالا هذا بالنسبه للحجم الكبير. بالنسبه الثمن ديال هذا، هذا الحجم الكبير 120 درهم فقط فوالا. وكاين الحجم الصغير ديالو نفس الشكل، هو حجم صغير براد رومي بلينوكس، بالنسبه لهذا 100 درهم فقط فوالا 100 درهم فقط. ندوزو دابا لي اشوار ولي وصلنا عليهم الناس بزاف، خصوصا في هاد رمضان كيسهلوا اكيد الحياه. بالنسبه للناس اللي باقي عندنا اكيد لي اشوار اللي دوزنا لكم اخر مره، جبنا منهم فيهم حتى هما لي جديد الكبار، وبزاف ديال الناس طلبوا منا دي اشوار اللي يكونوا شويه صغار وبثمن اللي هو مناسب اكيد دائما. جبنا هاد الحجم هذا كيف كتشوفوا، فيه أربعة ديال الماس، هذا بربعين درهم فقط، وكتجي مع هاد الفرقة ديال البيض اللي كتفرق الصفر على البياض فوالا كيف كتلاحظو. وحتى هي فيها تلاتة ديال لي فيتاس، تلاتة ديال السرعات. وكاين هاد الشكل هذا كيجي باليد ديالو هذا كيف كتشوفو هاكا بالجنب، فيه هذا تلاتة ديال الماس هاد الحجم هذا، و بتلاتين درهم فقط، تلاتين درهم فقط. واخر شكل معنا اليوم هو هذا الحجم الصغير، فيه حتى هو ثلاثه ديال لي فيتاس وفيه الفراقه ديال البيض، هذا ب 20 درهم فقط، وفيه حتى هو ثلاثه ديال الماس. هذا بالنسبه للناس اللي باغيين ديها شوا ولكن يكونوا شويه صغار حسب مطيشه والربيع وهذا. نكملوا ندوزوا دابا لهاد دائما مع لي ديكور. كاين اول حاجه نقترح لكم اليوم هي هاد لي فاز هادو، هادو ب 13 درهم فقط. فوالا كيف كتشوفوا الحجم ديالهم حتى هما كبير هكا باش تزينوا المنازل ديالكم. ثاني شكل هذا، ثاني شكل معنا اليوم هو هذا، هذا كيجي كبير شو بارابور لهذا الشكل هذا، وهذا الشكل اللي هو جديد اللي ما كاينش بزاف دابا في السوق كيف كتشوفوا، وفيه كيجي فيه منها الكازون. هذا الشكل هذا فقط ب 30 درهم فوالا كيف كتشوفوا 30 درهم فقط. نكملوا دائما مع لي فاز، كاين هذا الشكل هذا حتى هو كيجي كبير، هذا حتى هو 30 درهم فقط. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو نفس الثمن، كاين فيهم اكيد الالوان وكاين شكيلات اخرين باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، نخليكم تجيو تكتشفوهم عندنا نيشان في المحل.
ندوزو دابا لهاد الديفور هذا. كيف كتشوفوا اللي كيجي اكثر من رائع كيجي فيه هنايا هاد الاضواء هادو، كيعطي واحد المنظر رائع خصوصا بالليل، وكيبقى فيه هاد ما كيتحرك هكا دائما كيف كتشوفوا، وكيعطي حتى واحد الصوت ديال خرير المياه اللي اكثر من رائع، واللي كيبعث واحد الهدوء في المنازل ديالكم. فوالا بالنسبه لهاد النافوره هذه كيف كتلاحظوا معنا، وفيها اكيد اللويناتو. بالنسبه للثمن ديالها 130 درهم فقط. نكملوا ندوزوا دابا لهاد لي سوبيير. كيف كتشوفوا معنا كيجي معاهم المغرفه ديالهم حتى هي نسب البديع، كاين هذا الشكل هذا وكاين هذا الشكل هذا كيف كيسميوه قشور الحوت، هذا كبير شويه على هذا ولكن هما نفس الثمن فوالا على حسب الشكل ديال الزليف اللي عندكم. وكاين عندنا زليف اللي كيتماشاو مع هذا الشكل هذا، وكاين زليف اللي كيتماشاو مع هذا الشكل، اكيد على حسب نتوما وشنو بغيتوا. بالنسبه للثمن ديال هاد السوبيير هادو 80 درهم فقط. والحجم ديالهم اكيد عائلي. نكملوا ندوزو دابا للالكترونيك. ندوزو دابا لهاد لياشوار اللي معنا اليوم، اكيد لياشوار اللي دوزنا اخر مره لقاو استحسان ديالكم بزاف وطلبونا عليهم بزاف ديال الناس، نزول عن الطلب ديالكم جبنا لكم هادو. هادو بشكل جديد ماشي نفس هادوك اللي كانوا عندنا اخر مره، ولكن كيف كتشوفوا حتى هما الحجم ديالهم كبير. والجديد في هادو كتجي معاهم هاد الجلده ديالهم هادو اللي ما كتخليهاش تزعزع كملي كتكون كتخدمي بها، ودائما كيجيو معاها جوج ديال الماس. ولكن كيف كتلاحظوا حتى هي عندها هاد الراس هذا اللي لداخل هاد اينوكس، واكيد الماس ديالها حتى هما اينوكس. هادي بالضوء اكيد، وكيجي معاه هاد الراس هذا على حسب الكفته. فوالا. وبالنسبه لهادو لهاد البلاستيك ديالهم قاصح يعني كيصبر مزيان، وكيجي فيهم هنا هاد واحد الجلده ديالهم هذا، كيجي فيه هنا واحد الجلده اللي ما كتخليكش تطحنوا فيه شي سوائل، ما كتخلي انه حتى شي حاجه تخرج لكم. فوالا واللي كتخلي حتى الغلاقه كتشد اكثر. فوالا بالنسبه للثمن ديال هاد لاشوار هادي 170 درهم فقط. فوالا نكملوا دائما مع الاجهزه الالكترونيه، وهذه اكيد اللي بزاف ديالنا سولونا عليها وقالنا امتى غادي تجيبوها للمحل. الوغ نبداو معها. هذه ميكسر العجيب اللي اكيد دابا الناس كاملين كيهضروا عليه، واللي فيه 21 بياسة. ولا كيف كتشوفوا نبداو مع الخصائص ديالو بلا ما نطول عليكم اكثر. الوغ اول حاجه كتجي فيه هي هاد الموتور ديالو، ورا كيف كتشوفوا كيجاك في اللون الرمادي والاسود، وكيجيو معاه اربعه ديال الكؤوس. فوالا هاد الكؤوس هادو كتقدروا تحلو فيهم يعني كتستعملوهم في الطحين. فوالا ناخذوا الراس ديال العصاره فوالا، و كديروا الفواكه وداكشي اللي بغيتو وكتسدو هكا، كطحنوا فيها هكا العصير ديالكم. هذه بالنسبه لبغيتو حاجه فردي يعني، ولا حتى الوليدات ديالكم مثلا كاين اللي كيبغي العصير ديال البنان العصير ديال التفاح، اذواق اكيد كتختلف. بالنسبه لهذه سهلات عليكم الاموريه، كطحنوا كل واحد الشكل اللي بغا، كتقلبوا كتحل بحال ما هكا،
الا بغى يشربوا هكاك سوغ بلاص باش ما يجرحوش. انا هاد البلاصه لحقاش هذا كاس كاين هاد لي سيركل هادو هادو كتجيو كديروا لهم هكا وكيولي كاس. ولكن كيف كتلاحظوا هكا يقدر يشرب فيها كانيشان. ولا بغيتوا تصيفطوه معاهم للمدرسه ولا حتى نتوما تاخذوه معكم للخدمه كيجيو معاه هاد الغلايق هادو ديالو كتسد عليه هكا اكيد ما كيتسرقش كيتسد باحكام باش تقدروا تاخذوه معكم فين مشيتوا فين ما مشيتوا سواء في السياره ديالكم ولا حتى الاطفال ديالكم للمدرسه. فوالا كيف كتشوفوا كيجيو فيها اربعه ديال الكؤوس مع اربعه ديال الالوان الازرق الاخضر الاصفر والاحمر. نكملوا ندوزوا دابا للطحانه ديالها كيجي معاها هذا الكاس ديالها اول حاجه بالنسبه للكاس ديالها هو هذا كيهز يترو هذا الكاس ديال العسل الكبير. فوالا باش تطحنوا فيها كطحين عادي يعني هكا عصير ديالكم كيف ما كنت ميكسيو كتسدوا هذه هكا كلهم فيهم هنا الفيلتاج يعني فوالا وكتسدوا بحال هكا الغلاقه ديالها مع هذه فوالا هنايا كتقدروا هكا تطحنوا العصير ديالكم عادي. وكاين فيها خصائص اخرى هنا اكيد لابغيتو تضيفوا شي حاجه. وهذه بالنسبه للكاس ديالها راه الي اون بلاستيك يعني واخا كيطيح هذا ما كيتهرسش. فوالا ثاني حاجه اللي كتقدروا ديروا بها كتحيدوا هذا الراس هذا وكديروا هذا الراس هذا كيتخشب بحال ما هكا وكتسدوا هذا الفيلتاج من هنا. بالنسبه لهذا ولي اكيد بزاف ديال الناس كانوا كيتمنوا يكون عندهم في المنازل ديالهم هنا كتقدر تخشي هكا سواء تفاح ليمون بانان اي حاجه تقدر تطيح لك على البال ديالك خيزو خيار اي حاجه بغيتي العصير ديالها كتحطها هنايا وكتهبط بهاد العيبه هادي هكا كتهبط وكيخرج لك فقط الماء ديال الفواكه ولا الماء ديال كيخرج لك فقط العصير ديال ديك الفاكهه يعني تقدر دير مثلا التفاح العصير ديال التفاح بيغ بلا ماء بلا ليمون بلا حليب بلا حتى شي حاجه كيجيك العصير بيغ ديال داكشي اللي بغيتي. كاين حتى الناس اللي كيبغيو مثلا الماء ديال البصله ولا هذا تقدر هو تستعملو فيها حقاش هاد الراس كيف ما كتلاحظوا كيخرج لك العصير فقط رقيق وكتبقى لك هنا ديك لابيغي ديالها داك العجينه كما كنقولوا ديال الفاكهه يعني كتقدر تستعمل هذيك العجين ديال الفاكهه اللي بقات لك والعصير ديالها اللي كيبقى لك هنايا في الكاس. ندوزو دابا للطحانات ديال العطريه بالنسبه هنا كيجيو فيها جوج ديال الكؤوس كاين هذا الكاس هذا الكبير اذا كانت عندك واحد الكوتيتي اللي هي كبيره ديال العطريه وكاين هذا كونتي الا كانت عندك كونتيتي اللي هي صغيره كتخدم بهذا الكاس الصغير هذا. اكيد البلاستيك ديالهم بلاستيك هو ممتاز من نوعيه جيده للغايه ولكن كيقدروا يوقفوا هكا. وكاين الموس ديال العطريه اللي هو حاد جدا تقدر تطحن به اي حاجه تطيح لك في بالك ولكن كيف ما كتلاحظوا حاد للغايه خرقوم لبزار اي حاجه تقدر تطيح لكم في بالكم كاع قهوه العطريه كامله تقدروا تطحنوا فيها بلا ما تخافوا وكتسدوا بحال ما هكا وكتطحنوا العطريه ديالكم كديروا اول حاجه العطريه هنايا كتسدوا بهذه الطريقه وكتقلبوا بحال كما استعملنا بالنسبه للعصير نفس الشيء بالنسبه للعطريه. هنا اللي كتعطيكم العطريه كميه اللي هي كبيره وهنا كتعطيكم كميه اللي هي صغيره اكيد على حسابكم نتوما. وحتى بالنسبه للكاس ديال العطريه بغيت تخليوها هنايا كتقدروا حتى هو تسدوه فوالا كيف كتشوفوا هكا بس اللي هي بزوده كامله وكاين كيجي معاها هذا الراس هذا هذه هنايا طحنتي غير شويه وبغيتي تعرف واش العطريه طحنات ولا لا كتقلب هكا داكشي اللي كيهبط راه اكيد هو اللي كيكون مطحون ولا كيبقاو خيوط مثلا ديال السكينجبير ولا ديال الخرقوم ولا شي حاجه كيبقاو لك لداخل كتحل هذه وكتعاود كترجع كطحن. وكاين ثاني راس اللي هو اللي كانت شي حاجه اللي هي دقيقه للغايه ولكن في هذا الراس اللي هو رقيق كيف كتلاحظوا وكاين هنا اللي غلا واحد شويه
داكشي الرقيق بزاف غتهبطوه من هاد الشيء ها، وداكشي اللي غلي شويه تهبطوه من هاد الشيء ها. ولا شويه يقوش لكم نهائيا الحبيبات، وعلى حسب اكيد نتوما شنو بغيتو تطحنوا فيها كديروا بحال هكا. واكيد هاد الراس هذا كيصلح حتى بالنسبه لهاد الراس اللي هو كبير، حتى هو كتقدروا تسدوه بهادو تخدموا به. هذا كصفايه كيخدم، وحتى لو بغيتو هكا بعضو حتى لو بغيتو هكا ديروا به العطريه اكيد ماشي مشكل. ولا هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديالنا اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكونوا اننا رضينا جميع الاذواق. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو القادم. وبالنسبه للناس اللي كيسولونا على العنوان ديال المحل، انا غادي نخلي لكم واحد الفيديو اللي كنبين لكم فيها التراجي ديال المحل، يعني كيفاش تقدروا تدوزوا ليه. وبالنسبه للعنوان ديالو هو كاين في برومو سود مقابل مع مسجد ديال الشرقاوي، مسجد كبير هنا في عيناتيق في مدينه تمارا عيناتيق قرب مسجد الشرقاوي في نفس الشارع مقابل معاه كاين محل ديالكم تخفيضات ساره. نضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو المقبل، وما تنسوا تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس، واكيد باش تشجعونا اننا دائما نجيب لكم الجديد ما تنسوش تضغطوا على زر لايك، وتخليوا لنا دي كومونتير تقولنا فيهم الراي ديالكم في المنتوجات. واكيد لكن عندكم شي اقتراحات تخليهم لنا اكيد مرحبا والف مرحبا.